ومبروك وكنا سعداء واحنا بنشوف حضرتك كمان النهارده. حضرتك قولي لي يعني للناس، الناس عايزه تعرف ايه اللي افتتاحات النهارده، لو بنتكلم على جنه، بنتكلم على سكن مصر، بنتكلم على كمان التفاصيل، الناس كلها النهارده بعد ما شافت. وبالمناسبه الرئيس هو بيفتتح هذه المشروعات كمان بيعمل تسويق هايل جدا لهذه المشروعات، كله بيتكلم وكله بيشوف، وبالتالي هتعمل اقبال كبير جدا عليكم. هو طبعا يا فندم زي ما حضرتك قلت، هو يعني ده يوم جميل ومشهود، وهو ده اليوم اللي فعلا الواحد يفرح فيه لما نفتتح مشروعات والناس تشوف على الطبيعه الشغل والمجهود اللي مبذول فيه. الحمد لله احنا يعني النهارده كانت افتتاحات، كان في عدد من المشروعات لكل فئات الدخل. احنا بنتكلم في جنه وسكن مصر ودار مصر، ده الموقع اللي كان فيه مكان الافتتاح، والحمد لله يمكن سياده الرئيس تصفت شقه من الشقق، والناس شافت ازاي مفروشه والمساحه والمساحات الخضراء وكل حاجه على ارض الواقع من الطبيعه، يعني مش حاجه لسه ما سيكون زي اي اعلان حد بيشتري عقار. فالحمد لله يعني دي يمكن وحدات احنا طارحين اعلان بالفعل ليها دلوقتي. معالي الوزير الدكتور عاصم قال ان احنا جالنا، احنا طارحين كنا 7000 وحده في المحاور الثلاثه بتوع الاسكان المتوسط وفوق المتوسط، حوالي 7000. انا لحد النهارده جالي 21500 تقريبا، فاضل حوالي 6 ايام على انتهاء فتره التقديم. طبعا متوقعه المزيد من الاقبال في الفتره المقبله بعد الناس ما هتشوف طبعا الحاجه على ارض الواقع، بالذات ان احنا يعني كمان في منظومه صيانه للاماكن دي، هي في وسط العمران جاهزه، اللي هيروح يسكن مباشره يعني. يعني ان شاء الله يبقى في فرصه ونحاول نزود كمان اعداد الوحدات المتاحه، يعني احنا بنبحث بقى برضو كده اذا كان في وحدات اضافيه جاهزه نحاول نوفرها للي بيحاولوا يحجزوا في الاعلان ده، على اساس يعني نحاول نلبي اكبر قدر من الطلبات. سياده الرئيس النهارده قال ادوهم كل اللي يقدم ادوله، قال كده النهارده. ما هي دي طبعا بيبقى تكليف على طول ان احنا لازم يعني نشوف حلول. الافتتاحات برضو كان فيها اسكان لمنخفض الدخل الاجتماعي بتاعنا، برنامج سكن لكل المصريين. عدد من الاماكن في اكتوبر جديده وحدائق اكتوبر، حضرتك عارف احنا الحمد لله البرنامج ماشي وبقى له برضه مصداقيه كبيره على الارض، يمكن اكثر من 420000 وحده اتخصصت، اخذنا قرب 44 مليار جنيه تمويلات البنوك، طبعا مبادره البنك المركزي، يعني حاجه الحمد لله عملت تيسيرات كبيره جدا للناس، وكل الاعانات المطروحه حاليا بتنزل على مبادره ال 3% او ال 8%. دي ال 200 مليار مش كده؟ 100 مليار اللي هي ال 3% و50 مليار لل 8%. كام واحد استفاد منها لحد النهارده؟ احنا النهارده يعني في اعلان واحد احنا طرحناه، كنا اللي هو الاعلان السابق كان اجتماعي وبدات ناس فعلا يتخصص ليها. والاعلانات المتوسط دي بقى اللي احنا شغالين فيها جديد، يعني دي هتعتبر اول ترجمه لمبادره ال 3%، القديم كله كان شغال على مبادره ال 7% السابقه. طيب الناس النهارده سؤالها المباشر ايه الشروط عشان انا اتقدم؟ ايه الشروط اللي هي تدفعني للتقدم عشان اخد شقه؟ حضرتك قولي لنا الثلاث مستويات، اتفضلي يا فندم. احنا بنتكلم على سكن مصر ودار مصر وجنه، عندنا سقف دخل 14000 جنيه للاسره لو عايز حد يستفيد من مبادره ال 3%، اللي دخله اعلى من كده هيقدر يستفيد من مبادره ال 8%، فده فيما يخص الدخل، يكون ما فيش سابقه استفاده بمبادرات التمويل العقاري قبل كده، وما يكونش اخذنا برضه في مشروعات سكن وجنه ودار مصر او الاسكان الاجتماعي، يعني احنا عايزين اللي بيقدم يبقى يعني كل واحد يستفيد مره يعني. نعم. كويس. دي الشروط العموميه، مش هيبقى مطلوب حاجه من المتقدم غير ان هو يجيب اثبات الدخل، ايصال مرافق ان هو ساكن، وبيقدم الورق على الموقع وبيدفع دفعه الحجز في بنك التعمير. طيب بيستلم جاهز مش كده؟ كله زي اللي قدامنا. شفتوا ده النهارده احنا افتتحنا الحمد لله، يعني انه النهارده كان في افتتاح والناس شافت على الطبيعه، كله هيكون بهذا المستوى. السعر في الاخر هو بيدفع كام مقدم الاول وبعدين كام؟ يعني الاقساط والفلوس تقريبا قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم بأقساط المساحات، عندنا مساحات ايه الاول؟ عندنا مساحات من 100 ل 151 متر في الثلاث مشروعات. طبعا مستوى التشطيب بيختلف، في بعض المشروعات فيها عمارات واسانسيرات وفي ما فيهاش، فبيختلف الموقع ومستوى التشطيب هو اللي يعني بيفرق في السعر، انما كلها حاجات يعني جيده جدا، ويعني اللي كل واحد بقى يشوف اللي هيتناسب مع مستوى دخله، واحنا بنتكلم في مقدمات
15% من ثمن الوحده، الاسعار بتبتدي ب 451 الف جنيه وبتوصل لحد 1,900,000 اغلى حاجه اللي هي في القاهره الجديده، الجنه اللي في القاهره الجديده يمكن ده اغلى حاجه موجوده. ودول برضو كلهم ال 3% هتتقسط على 30 سنه بفايده متناقصه، وال 8% هتتقسط على 25 سنه كحد اقصى. طبعا لازم سن العميل يبقى يسمح بهذه المده، يعني عنده مده لحد المعاش تكفي هذه الفتره. نعم، ف يعني متوقعين احنا لحد النهارده بنتكلم على كام شقه عملناها، 400,000 ولا اكتر؟ احنا بنتكلم في الاسكان الاجتماعي، احنا انتهينا من اكتر من 540,000 شقه. عندنا اكتر من 270 اخرين في مراحل تسليم مختلفه. ان شاء الله نوصل لمليون وحده في فتره قليله جدا زي ما سياده الرئيس قال. هل ده القاهرة بس ولا كل المحافظات بعمل نفس النموذج؟ لا، بتكلم على 27 محافظة نفس النموذج ده؟ مش النموذج اللي كنا فيه، النموذج اللي كنا فيه ده بتاع ده اسكان متوسط، يعني عملنا منه في حدود 50,000 وحدة يعني. لكن في نماذج أخرى اللي في المحافظات. بالظبط، يعني هم ثلاث نماذج بالنسبة للاسكان المتوسط مطبقينهم في أغلب المحافظات. طيب، كل التحية لحضرتك، بشكرك مهندسة مي عبد الحميد.